يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وبشر الصابرين. يعني رغم كل هذا الدمار وكل هذه البيوت المكسوفة، لأنه ما زال عندنا الفرحة في رمضان. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. والله يعني السوق ما فيه شيء، يعني احنا في غزة يعني ككافة القطاع، اللي بده يفطر في رمضان راح يفطر يا علبة فول علبة لحمة، ما فيش يعني خضرة اللي نشتري او اي حاجة، ما في غير المعلبات اللي تجينا من برا. صحيفة البلاد البحرينية في جولة داخل سوق المصيرات. لا بنصرف على حالنا ونصرف على عيالنا، انا دكتور على فكرة في المناسبة، بس الحمد لله رب العالمين. حبتنا كفايف في اي شيء. أروح العدوان نرسى وشغاية ونبيع للناس خضرة سعر مناسب. أقول لها أتمنى ليش كل عام تبكي. يعني حكينا شو بتبيع أنت؟ خلالات خلالات فلفل أحمر وفلفل مخلوص.